بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الدخول في محاضرتنا لا بد وأن نأخذ نبذة مختصرة عن طراق التدريس. الأستاذ المساعد الدكتور حسين حبيب مصلح مدرس طراق التدريس في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريس المرحلة الثالثة الدراسة الأولية. قبل الدخول في محاضرتنا لابد أن نأخذ نبذة مختصرة عن مادة طرق التدريس. مفهوم الطريقة: إن المختصين والفلاسفة والتربويين أعطوا مفاهيم عديدة للطريقة، ففي رأي أفلاطون تعني البحث أو النظر أو المعرفة، بينما أرسطو يجدها البحث المؤدي إلى الغرض المطلوب من خلال المصاعب والعقبات. أما ابن هايمان فعرفها على أنها نمط أو أسلوب يمكن تكراره في معاملة الناس والأشياء والأحداث، موجها توجيها مقصودا وواعيا نحو تحقيق الهدف. أما في مجال التدريس والتعليم فقد أخذت مفهوما مجددا، فهي الكيفية التي تحقق الأثر المطلوب في المتعلم فتؤدي إلى التعليم، أي إنها نقل المعرفة وإيصالها إلى ذهن المتعلم بأيسر السبل وأسهلها للوصول إلى غرض معين. فإن استخدامها في مجال التربية والتعليم يعني الإعداد المدروس للخطوات اللازمة لتنظيم مواد التعلم والتعليم واستعمالها لأجل الوصول إلى الأهداف التربوية المرسومة. إذن الطريقة هي الوسيلة العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ أهداف التعليم وغاياته والأساليب التي يتبعها المدرس لتوصيل معلومات إلى الطلبة. إدارة الصف المقدمة: هناك العديد من الدراسات أوردت مصطلحات حول مفهوم الصف والفصل، واللذان ليس هنالك اختلاف بينهما بل أنهما يدلان على مفهوم واحد. إن استخدام مصطلح الصف كلاس على أنه مجموعة من الاستراتيجيات التربوية والتنظيمية التي تتولى تنسيق ومعطيات وعوامل التدريس بأساليب مختلفة بغرض تسهيل عملية التربية داخل الصفوف بغية إثراء مخرجاتها، وتحرص الإدارة الصفية الناجحة على إيجاد التفاعل مع الطلاب، مما يؤدي إلى المشاركة الإيجابية ويثير في الحصة جوا من الحيوية والنشاط، وهو بدوره يحمل الطلاب على احترام معلمهم ويتقبلون إرشاداته بروح مرحة ونفس راضية، فيقومون بواجباتهم التعليمية وذلك حسب الطرق السليمة من أجل تحقيق الأهداف التربوية. المفهوم: تعد إدارة الصف عنصرا مهما ومميزا من عناصر التربية الحديثة، فإذا ما نظرنا إلى التربية بوصفها نظاما فإننا نلاحظ أن الإدارة الصفية تؤثر بشكل كبير في جميع مكونات هذا النظام من مدخلات وعمليات ومخرجات، وأن نجاح الإدارة الصفية في تحقيق أهدافها في تهيئة بيئة تعليمية فعالة يتوقف بشكل كبير على المدرس ومدى امتلاكه للكفاءة العلمية والمهنية والإدارية. وتشير نتائج الدراسات إلى اعتقاد المدرسين بأهمية التدريب على مهارات الإدارة الصفية، وبأن هذا التدريب يعتبر مطلبا سابقا لنجاحهم في مهنتهم كمدرسين. وتدل نتائج عدد من الدراسات أن قضايا التعامل مع مجموعات الطلبة والانضباط تمثل مصدرا للتوتر الأساسي للمدرسين الجدد، ومن هنا فإن تدريبهم على مهارة إدارة الصف واتقانهم لها سيسهم في تخليصهم من أحد أهم مصادر الضغط والشعور بالضيق التي تصاحب أدائهم للأعمال، ألا وهي سلوك الطلبة غير المقبول ومشكلات
الانضباط الصفي. المفهوم التقليدي للإدارة الصفية، ويقصد بها الإجراءات التي يتبعها المدرس بقصد الضبط وحفظ النظام بما يكفل هدوء الطلبة في الصف وإفساح المجال أمام المدرس لكي يلقي المعلومات وينقلها إلى أذهان الطلبة. المفهوم الحديث للإدارة الصفية، ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التنظيمية المصممة وفق مبادئ وقواعد تضمن تحقيق بيئة تعليمية فعالة من خلال الأنشطة التي يقوم بها المدرس في الصف، وأهمها أولاً حفظ النظام والعلاقات الإنسانية، تهيئة جو ديمقراطي يشجع على التفاعل والتعليم، توفير الخبرات التعليمية المناسبة، تنظيم بيئة الصف تنظيماً يؤدي إلى تسهيل عملية العلم التعلم، ملاحظة الطلبة وتقديم تغذية راجعة لهم وتقييمهم، متابعة سلوك الطلبة المتعلمين عن طريق سجلاته الخاصة. الإدارة الصفية هي مجموعة النشاطات التي يقوم بها المدرس لتأمين النظام في الصف الدراسي والمحافظة عليه. ويلاحظ في هذا التعريف أنه يقوم على أساس تركيز مهمة الإدارة الصفية في الدرس، وينظر إلى الإدارة على أنها موجهة نحو حفظ النظام الصفي فقط، فهو تعريف يستند إلى فلسفة التسلطية في الإدارة من جهة. الإدارة الصفية هي مجموعة من النشاطات التي يؤكد فيها المدرس على إتاحة حرية التفاعل للطلبة في الصف الدراسي، ويتبين من هذا التعريف أنه يأخذ الاتجاه الفوضوي في الإدارة الذي يؤمن بإعطاء الحرية المطلقة للطلبة في الصف الدراسي واتجاه متطرف. أما من وجهة نظر أصحاب النظرية التدريسية السلوكية في علم النفس، فإن إدارة الصف الدراسي تمثل مجموعة من النشاطات التي يسعى المدرس من خلال تعزيز السلوك المرغوب فيه لدى الطلبة، ويعمل على إلغاء وحذف السلوك الغير مرغوب فيه لديهم، أو تمثل مجموعة من النشاطات التي يسعى المدرس من خلالها إلى خلق وتوفير جو صفي تسوده العلاقات الاجتماعية والإيجابية بين المدرس وطلبته وبين الطلبة أنفسهم داخل الصف الدراسي. وبذلك يمكن تحديد مفهوم إدارة الصف الدراسي على أنها تلك العملية التي تهدف إلى توفير تنظيم فعال، وذلك من خلال توفير جميع الشروط اللازمة لحدوث التعلم لدى الطلبة بشكل فعال. أهمية الإدارة الصفية، يمكن تحديد أهمية الإدارة الصفية في العملية التعليمية والتدريسية من خلال كون عملية التعليم الصفي تشكل عملية تفاعل إيجابي بين المدرس وطلبته، ويتم هذا التفاعل من خلال نشاطات منظمة ومحددة تتطلب توفير ظروف وشروط مناسبة تعمل الإدارة الصفية على تهيئتها. وتؤثر البيئة التي يحدث فيها التعلم على فعالية عملية التعلم نفسها وعلى الصحة النفسية للطلبة. فإذا كانت البيئة التي يحدث فيها التعلم بيئة تتصف بتسلط المدرس، فإن هذا يؤثر في شخصية طلبته من جهة، وعلى نوعية تفاعلهم مع المعلم والموقف التعليمي من جهة أخرى. ومن الطبيعي أن يتعرض الطلبة داخل الصف الدراسي إلى منهاجين، أحدهما أكاديمي والآخر غير أكاديمي، فهو يكتسب اتجاهات مثل الانضباط الذاتي والمحافظة على النظام وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس وأساليب العمل التعاوني وطرائق التعاون مع الآخرين واحترام الآراء والمشاعر للآخرين. إن مثل هذه الاتجاهات يستطيع الطلبة أن يكتسبونها إذا ما عاشوا في أجوائها وأسهموا في ممارستها وهكذا، فمن خلال الإدارة الصفية يكتسبون مثل هذه الاتجاهات في حالة مراعاة المدرس له في إدارته لصفه وخلاصه القول وخلاصة القول
أنه إذا ما أريد التعلم الصفي أن يحقق أهدافه بكفاية وفاعلية فلا بد من إدارة صفية فاعلة. مصادر المشكلات الصفية: أولا، مشكلات تنتج عن سلوك المدرس، القيادة المتسلطة جدا، القيادة الغير راشدة أو الغير حكيمة، انعدام التخطيط، حساسية المدرس الشخصية والفردية، ردود فعل المدرس الزائدة للمحافظة على كرامته، الإطراد في إعطاء الوعود والتهديدات، استعمال العقاب بشكل خاطئ وغير مجد. ثانيا، مشكلات تنجم عن النشاطات التعليمية الصفية، وهي اقتصار النشاطات الصفية على الجوانب اللفظية، تكرار النشاطات التعليمية ورتابتها، عدم ملائمة النشاطات التعليمية لمستوى الطلبة. ثالثا، مشكلات تنجم عن تركيب المجموعة الصفية، وهي العدوى السلوكية وتقليد الطلبة لزملائهم، الجو العقابي الذي يسود الصف الدراسي، الجو التنافسي العدواني، الإحباط الدائم والمستمر، غياب الاستعدادات الأنشطة والممارسات الديمقراطية، غياب الطمأنينة والأمان. أبعاد إدارة الصف: أشارت عدة دراسات إلى أن هناك العديد من الأبعاد التي تركز عليها إدارة الصف، ومن هذه الأبعاد أولاً ترتيب وتنظيم الصف، ثانياً تهيئة مناخ الصف، ثلاثة ضبط سلوك الطلبة. كما أشارت الدراسة إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين كل من المعلمين والمديرين والموجهين، بين قوسين المشرفين والتربويين، في إدراكهم لواقع ممارسة ضبط سلوك الطلبة، وهناك اختلاف بين وجهة نظر المعلمين حول تهيئة مناخ الصف الدراسي عند كل من المديرين والموجهين. كما أكدت الدراسة على أن المعلمين يمارسون تنظيم وترتيب الصف الدراسي بدرجة ممتازة، وأن المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة في التدريب يفرقون أقرانهم أصحاب الخبرات الأقل في تنظيم الصف الدراسي. إدارة الصف لزيادة الإنتاجية: أن الاتجاه يولي مسؤولية مساعدة الأطفال على متابعة التعلم والاهتمام بتشجيعهم على الإقبال على عملهم المدرسي وعلى أمور حياتهم بأساليب أكثر تحررا. لذا وجهت الأنظار إلى أهمية بيئة الصف في إذكاء روح الابتكار والإبداع في الطلبة، واستنباط إجراءات وأفكار ذاتية فردية أو جماعية ذات أثر بعيد في حياتهم، إذ لم تعد مشكلة المدرس الأساسية في الصف هي إظهار الصرامة، ليظل الطلبة صامتين محافظين على النظام، بل أصبح دور المدرس هو تطوير الأجواء التقليدية بهدف تنمية الإنسان وتعهده وفق المعايير التربوية السليمة، بهدف زيادة الإنتاجية الداخلية التي تنطلق من ضرورة استراتيجية أساليب إدارة الصف لإعداد البيئة المناسبة لاستخدام الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية داخل الصف المدرسي، وأن المعلم لابد أن يكون مديرا ناجحا لصفه وفي الوقت نفسه مستشارا للمجموعة أكثر من كونه مصدرا وحيدا للتعلم.
وإدارة الصف يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على فلسفة المجتمع وأهدافه وأن تكون ملائمة للبيئة التربوية في تنظيمها سواء كان الصف مفتوحاً أو غير مفتوحاً أو منضبطاً. وإدارة الصف تتبع الإدارة على المستوى الإجرائي داخل المدرسة. دور المعلم في إدارة الصف. يمكن تصنيف دور المعلم في إدارة الصف على النحو التالي: أولاً التفوق الجسماني، يعتبر شيئاً أساسياً أو مهماً، وتاريخ التدريس يدل على تدخل التفوق الجسماني الذي كان باستمرار أسلوباً أساسياً في الضبط في بداية القرن التاسع الميلادي. كانت المدارس حراكا بين المديرين والطلاب والسلطة الرسمية. نظام التعليم تقيده القوانين والعادات والتنظيمات الحكومية، وهذا التقيد أكسب المدرس ما يسمى بالسلطة الرسمية، والتي تستخدم بصورة واسعة وأساس في الضبط والإرشاد في وضع للطالب والمعلم من خلال فرض عقوبات رسمية عند مجاوزتهما الحدود. وتمثل الواجبات الرسمية وتنظيم الفصل الدراسي والجداول المدرسية واختيار الكتب وعمليات التدريس جزءا من سلطة المعلم. السلطة العاطفية تشير إلى العلاقة الشخصية بين المعلم وطلابه، والتي تتسم بالإيجابية وتدفق العاطفة، وتشجع على التعرف على الحالة النفسية له، فيقبل الطالب على تقليد المعلم واتباع إرشاداته، ويصبح المعلم مثالا أبويا محبوبا. ومثل هذا النوع من السلطة قوي جدا في الصف الأول، وتقل درجته مع ازدياد نضوج الطفل. 4. الحالة النفسية أرقى من العلاقة العاطفية، وإن كانت تقترب منها، فالمعلم المتعمق في فهم الطلاب ودوافعهم ومشاكلهم لديه سلطة تجريبية عظيمة، ومثل هذه الحكمة تستخدم لمساعدة الأطفال على النمو بأحسن ما لديهم من قدرات. 5. تفوق المعرفة. عندما يكون المعلم قويا بمعلوماته، فإنه يمنح نفسه سلطة عظيمة، فيصبح كالخبير في مجال عمله الذي يبحث عنه الحصول على إجابات دقيقة، فيصبح محترما بينهم ويملك السيطرة عليهم. والمعلم الذي لا يعلم ويخطئ في تقديم المعلومات يفقد الاحترام ويواجه مشاكل، ولهذا لا ينبغي أن يعرف كل شيء، بل تكون من أبرز صفاته الجهد والرضا بالبحث عن الجواب الصحيح. التفوق في العمليات الفكرية. الرغبة في البحث عن الإجابة يؤدي إلى النوع السادس من السلطة، وهو التفوق في العمليات الفكرية، الذي يتميز بما فيه من قدرة على التحليل والتركيب وإدراك العلاقات وتنظيم تسلسل الأفكار والقدرة على مواجهة المشكلات. يوفر له نوعين من السلطة الإضافية في تفاعله مع الطلاب. المهارة في العملية التربوية. الخبرة في طرق التدريس من أهم السلطات البارزة التي يمتلكها المعلم في التعبير عن قدرته المعرفية. والمعلم الذي يسيطر على مهارات التدريس بدرجة عالية له كل السلطة داخل الفصل، آخذين بعين الاعتبار مدى التباين
بين المدرس الذي لا يشكو أبدا من النظام والمدرس الذي يفقد التحكم دائما ولا يقوى على إدارة فصله، والسلطة تتفاعل بين المعلم والطلاب، وهو تفاعل يستدعي أنماطا متعددة من السلطة في آن واحد وينسب وبنسب مختلفة تعتمد في مجموعها على المدرس والطالب والموقف. ومن هذا المنطلق فإن التطبيق يعتمد على مدى كفاءة أنواع خاصة من السلطة في مواقف محددة. سلطة المعلم في إدارة الصف، يمكن كما أن السلطة تفاعل بين المعلم وتلاميذه، فالمعلم ميسر للتعليم ومدير للعملية التعليمية، وهو في سبيل القيام بوظيفته يتفاعل مع تلاميذه. فالتفاعل هو التأثير المتبادل أو المشترك بين الأفراد أو الجماعات، ومنها تفاعل المعلم والتلميذ والتأثيرات المتبادلة أو المشتركة، والمعلم في تفاعله مع تلاميذه في المواقف المختلفة يدير عملية الاتصال بوجهه. وظيفة الاتصال في إدارة الصف: الاتصال عملية اجتماعية، ويقصد بها التأثير في سلوك الآخرين. هنا يأتي دور الطالب في إدارة الصف. إن محور إدارة الصف هو الطالب، وتوفير الظروف والإمكانات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني والروحي، والتي تتطلب تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو، إلى جانب تحقيق الأهداف الاجتماعية التي يطمح إليها المجتمع، فهي مطلب مهم. وقد أظهرت البحوث النفسية والتربوية الحديثة أهمية الطفل كفرد وأهمية الفروق الفردية، وأن العملية التربوية عملية نمو في شخصية الطفل من جميع جوانبها. وأكدت الفلسفات التربوية أن الطفل كائن إيجابي نشيط، كما أظهرت أن دور المدرس والمدرسة في توجيهه ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد على نمو شخصية وتؤدي إلى نفعه ونفع المجتمعات الذي يعيش فيها فركزت الاهتمام نحو إعداده لمسؤولياته في حياته الحاضرة والمقبلة في المجتمع، حيث أوردت عددا من الجوانب التي ينبغي الاهتمام بها، وهي: أولا، النمو الجسمي، تزويد الطلاب بالمعلومات المفيدة عن كيفية الوقاية من الأمراض والغذاء الجيد والسليم، ومراعاة الاعتبارات الصحية بالفصول كالتغذية والإضاءة والجلوس الصحي. النمو العقلي، إتاحة الفرصة للطلاب لمعالجة الموضوعات والمشكلات بطريقة الأسلوب العلمي في التفكير الذي يعد المحور الأساسي في كل أنواع التعليم، وتوفير المعلومات والمصادر والمراجع والتجارب ما أمكن بالمكتبة المدرسية، وتعويدهم على الاطلاع الخارجي في المكتبات العامة.
النمو الاجتماعي، تنمية أنماط السلوك، تنمية أنماط السلوك المرغوب في كل موقف من المواقف التي تحدث للفصل، وتنمية الواجب آزاء المحطين بهم، آزاء المحيطين بهم، وإدراك العلاقات بينهم وبين زملائهم ومع أفراد أسرتهم وواجباتهم نحوه. نجاح إدارة الصف الدراسي، إن نجاح الصف الدراسي يتطلب من المدرس تجنب ظهور المشاكل والاستجابة السريعة لحلها في ظهورها، لأن نجاحه هو بأن تكون قراراته فعالة ومبنية على مفاهيم واضحة من الأهداف والنتائج التي يريدها. أما تنظيم الصف الدراسي فنجاحه يتطلب تطوير مجموعة من القواعد وسياقات العمل وربطها باستراتيجيات التدريس، بحيث تساعد الطلاب على الحصول على حاجاتهم الشخصية والأكاديمية. ولهذا وجب على المدرس أن يقوم بما يلي: أولا، توزيع الطلاب في أماكن بحيث يستطيع الوصول إليهم والتجوال عليهم. وضع سياقات عمل يومية على أن تناقش جميع المتغيرات الحاصلة فيها مع الطلب. إشراك الطلاب بالأنشطة وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم في الدراسة وتصميم الواجبات التي بالإمكان أن يقوموا بها. مراعاة حاجة الطلاب الفردية، تزويد الطلاب بالمعلومات المطلوبة منهم، تذكير الطلاب بالسياقات الأساسية المرتبطة بالدروس القادمة، الاستفادة من التنافس بين الطلاب وجعله حافزا أساسيا لرفع مستواه، تطوير النشاطات وتطبيقها بشكل منتظم مما يساعد الطلاب على تنظيم أوقاته للمساهمة بها وعدم تعارضها مع مهامهم الأخرى. ولهذا فإن أفضل تنظيم للصف يمكن أن يتم من خلال توزيع الطلاب على الشكل الآتي: أليف، توزيعهم على مجاميع تعاونية، كل مجموعة لا تزيد عن 8 طلاب ولا تقل عن 5، ويراعي المدرس مستويات الطلاب بحيث تكون متوازنة بين جميع المجاميع، وهذا ما يزيد من مساهمة الطلبة ويحفزهم لتطوير إمكاناتهم نتيجة المنافسة بين المجاميع. توزيع الطلاب على شكل أزواج، أي كل طالب بمستوى جيد يجلس بقرب طالب آخر أقل منه مستوى، ويطلب المدرس من الطالب الجيد متابعة تعليم الطالب الآخر والعمل على رفع مستواه متابعته وتحميله ضعف مستوى زميله. جيم، تقسيم الواجب على 3 مستويات: جيد، جدا، جيد، مقبول، متوسط. كل مجموعة تجلس بجهة معينة من الصف، ويتم انتقال الطالب من مستوى إلى مستوى من خلال اختبارات دورية للطلبة لتوزيعهم على هذه المستويات بين فترة وأخرى خلال السنة الدراسية. ويعد التواصل الفعال مع من أساسيات الإدارة الجيدة للصف الدراسي، ويتم من خلال مهارات الإرسال التي يستخدمها المدرس عندما يتحدث مع الآخرين. ولأجل نجاح هذه المهارة
على المدرس أن يستفيد من المعلومات ويستخدمها في محلها ووقتها بحيث تتلائم مع المرحلة والفترة الزمنية ويتكلم مع الطلاب نيابة عنهم. ولهذا نجد أن المدرس يحظى باحترام الطلاب أكثر كما قدم لهم معلومات دقيقة وأشعرهم بمسؤولياتهم. إضافة إلى ذلك فإن الكلام اللطيف والمهذب للمدرس وتحمله المسؤولية والدخول في صلب موضوع الدرس تخلق نموذج إيجابي للطلاب، وبالعكس منها فإن تركيز المدرس على نفسه وعدم السماح إلى الطلاب بطرح الأسئلة والتعامل مع تصرفاتهم بشكل غير لائق سوف تولد ردود فعل سلبية من قبل الطلاب. ومن هنا ممكن القول بأن خلاصة ما تطرقنا إليه من المواضيع في إدارة الصف، يعني في إدارة الصف كأهمية الإدارة الصفية ومصادر المشكلات الصفية، أبعاد الإدارة الصفية وإدارة الصف لزيادة الإنتاجية، دور المعلم في إدارة الصف ودور الطالب في إدارة الصف، نجاح إدارة الصف. كل هذا تتلخص بأن طرائق تعود إلى طرائق التدريس، وهي تكمن بإعطاء المعلومات إلى أذهان المتعلم بطرق بسيطة وسهلة وتوفير الأجواء الملائمة داخل الصف من أجل أن يكون الطالب يتسع استيعاب كل المواضيع التي تخص المادة الدراسية المراد تعلمها. وممكن أن نعرف طريقة التدريس بأنها نقل المعرفة وإيصالها إلى ذهن المتعلم بأيسر السبل وأسهلها للوصول إلى غرض معين. وهذا التعريف يعود إلى الأستاذ الدكتور محمود الربعي، أستاذ طرائق التدريس جامعة بابل، فإن استخدامها في المجال الرياضي وفي مجال التربية والتعليم يعني الإعداد المدروس للخطوات اللازمة. إذن لابد أن ندرس الخطوات اللازمة لتنظيم مواد التعليم والتعلم واستعمالها لغرض الوصول إلى الأهداف التربوية المرسومة. إذن لابد أن تتوفر كافة الأجواء في الصف الدراسي لغرض استلام المادة الدراسية من قبل الطلاب. لابد أن يكون هنالك تفاعل بين الطالب والمدرس، وتعامل المدرس يجب أن يكون تعامل تربوي إلى درجة كبيرة، وتكون مركزيته مركزية يعني لا شدة قوية ولا كذا. لابد أن يسهم الطالب في إدارة المحاضرة. ومن هنا بإمكاننا أن نقول بأن الطريقة هي الوسيلة العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ أهداف التعلم. إذن الطريقة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها تنفيذ أهداف التعلم باستخدام أساليب التدريس للمدرس الأسلوب الذي يتناسب مع الطلبة وأهداف هذه التعليم وغاياته، الأساليب التي يتبعها المدرس لتوصيل المعلومة إلى الطلبة. ولهذا فإن أفضل تنظيم للصف ممكن أن يتم من خلال توزيع الطلاب على الشكل الآتي، فالمدرس لكي يوصل المعلومة إلى الطلبة وأن يكون
فيما بينهم تنافس قوي، لابد أن يوزع الطلبة على شكل مجاميع، وهذه المجاميع لابد أن يعني لا تزيد عن يعني 8 طلاب ولا تقل عن 5 طلاب، وتكون هذه المجاميع مجاميع متوازنة فيما بينهم، بحيث تكون المنافسة يعني فيما بينهم منافسة شريفة و يعني بمستوى يعني يحفزهم لتطوير إمكاناتهم نتيجة المنافسة بين هذه المجاميع، أو توزيع الطلاب على أشكال، أي كل طالب بمستوى جيد يجلس بقرب الطالب الآخر، والطالب الثاني طالب مستوى جيد والطالب الثاني بمستوى أقل، بحيث يستطيع الطالب الجيد أن يعطي المعلومات ويتابع الطالب الذي هو أقل منه مستوى، من أجل يعني رفع مستوى هذا الطالب ويكون يتحمل مسؤولية هذا الطالب. وعندما نقسم المجموعة على شكل مستويات، مثلا مستوى جيد، جيد جدا، مقبول أو متوسط، هذه المجموعات تجلس بجهة معينة من الصف، ويتم انتقال حسب يعني ما هو مستوى الطالب، يقوم بانتقال الطالب من مستوى إلى مستوى آخر من خلال اختبارات دورية للطلبة لتوزيعهم على هذه المستويات بين فترة وأخرى خلال السنة. من بداية السنة الدراسية أوزعهم على شكل مجاميع، وهذه على شكل مستويات، المستوى الأول جيد جدا، الثاني جيد ومقبول. عندما أقوم باختبارهم أو تقويمهم، أقوم هؤلاء الطلاب حسب أدائه الفعالية أو المهارة بالمستوى الأول جيد جدا أو المستوى الجيد أو المستوى المقبول أو المتوسط، وبمرور الزمن كل ما يتحسن الطالب أنقله من مستوى إلى مستوى آخر، في سبيل أن يكون هنالك تنافس فيما بين الطلبة. وبعد التوصل الفعال إلى أساسيات الإدارة الجيدة للصف الدراسي، يتم من خلال مهارة الإرسال التي يستخدمها المدرس عندما يتحدث مع الآخرين، ونجاح هذه المهارة على المدرس أن يستفيد من المعلومات ويستخدمها في محلها ووقتها، بحيث تتلائم مع المرحلة والفترة الزمنية، ويتكلم مع الطلاب نيابة عنهم. ولهذا نجد أن المدرس يحظى باحترام الطلاب كلما قدم لهم معلومات دقيقة وأشعرهم بمسؤولياته. إذن إضافة إلى ذلك، فإن الكلام اللطيف والمهذب للمدرس وتحمله المسؤولية والدخول في صف سلب الموضوع والدرس تخلق نموذج إيجابي للطلاب، وبالعكس فإن تركيز المدرس على نفسه وعدم السماح على الطلاب بطرح الأسئلة والتعامل مع تصرفاتهم بشكل غير لائق سوف تولد ردود فعل سلبية من قبل الطلاب. إذن لابد أن تكون هنالك روح إيجابية، هنالك جلطة ديمقراطي بين الطالب والمدرس، بحيث نخلق جو إيجابي للطالب، بحيث أعطي للطالب حرية بطرح الأسئلة، ولابد أن تكون إجابة علمية ودقيقة للطلاب، وأعطي الطالب دور مهم، يعني بحيث تكون له نوع من المركزية أو نوع من القيمة داخل الصف، بحيث لا أقلل من شأن الطالب يعني ولا أخلق حزازية بين الطلاب المتميزين والطلاب الغير متميزين، بحيث أنطي دور كلش كبير للطالب لتكون أدائه أقل، وأعطيه تكرارات أكثر فأكثر من أجل أن
يستطيع أن يحسن موقعه أو يحسن وضعه داخل الصف في أداء المهارة بوقت يعني أقل مما نحتاجه، بحيث نستطيع أن نسيطر على الوقت، والوقت المتبقي والأكثر نعطيه من للطلاب اللي أدائهم الفعالية أقل مستوى. وإلى هنا ننهي محاضرتنا، شكرا جزيلا لكم.